إلى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعناوين. صفقات عقارية مشبوهة تنقل أملاكا فلسطينية في القدس المحتلة إلى قبضة المستوطنين. طهران تحذر أوبك من خدمة مصالح ترامب السياسية، وواشنطن تهدد الموانئ التي تستقبل ناقلات إيرانية بالعقوبات. وفي النشرة، البقلاوة السورية تتربع على عرش المنتجات الغذائية في معرض الصين للواردات. أهلا بكم. صفقات عقارية مشبوهة في القدس نقلت أو نقلت أملاكا فلسطينية في الآونة الأخيرة إلى قبضة المستوطنين. تقرير هناء محميد. فيما تجري وتيرة الحياة اليومية بطبيعية ظاهرة في القدس، تنفذ تحت جنح الظلام في الغالب عمليات استيطان وتسريب جديدة في البلدة القديمة أو في سلوان، الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى كما يسميها الفلسطينيون. مؤخرا نسمع قاعدين عن كمية التهريب وبيع دورهم لليهود، صار مقلق علينا، مقلق على أولادنا، مقلق على الجيل الجاي. هذا الحكي بيسوي هاجس للمواطن المقدسي انه في لحظة يلاقي حاله الأغلبية يهود موجودين. في حارة السعدية داخل أسوار القدس بيع هذا المنزل لفلسطيني، ليتضح لاحقا أنه صار بقبضة الجمعيات الاستيطانية. المنزل يدفع فيه أعلى من القيمة الاقتصادية والسعر السوقي بهدف تسريب المنزل، ويأتي فلسطيني، شخص فلسطيني لشراء المنزل، والهدف ليس لشرائه من ناحية المنفعة الفلسطينية ليسكن فيه أو عائلته، ولكن ليسربه للمنظمات الاستيطانية. بين ليلة وضحاها يستولي المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على العقار المقدسي الذي يمتاز عادة بموقعه الاستراتيجي، وبمجرد استيلائهم عليه تتغير حياة السكان من حوله كليا. الجيش باستمرار بيطلعوا على هذا السطوح وبيكشفوا كل البيوت الموجودة في الجهة الشرقية هان والغربية حتى والشمالية. هلأ مع المستوطنين زاد الطين بلة، صاروا هدول من حد ما أجوا على هان صاروا بيجوا بيرقصوا وبيغنوا وبشوبشوا وبيدبكوا. أكثر من 70 بؤرة استيطانية داخل البلدة القديمة، والعدد نفسه تقريبا في سلوان، فضلا عن المستوطنات في باقي الأحياء. وحيثما ينتشر الاستيطان ينتشر عناصر الاحتلال وكاميرات المراقبة، حتى بات أكثر ما يخشاه المقدسيون أن تتحول المدينة إلى صورة عن الخليل، حيث يدخل المرء بيته بتصريح. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين. إلى لبنان، حيث أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن قراره إقفال 79 مصنعا، بعضها غير مرخص والبعض الآخر لا يستوفي المعايير البيئية. وأكد الحاج حسن أن وزارة الصناعة تعاونت مع وزارة البيئة للكشف على هذه المصانع المخالفة قبل اتخاذ أي إجراء صارم بحقها. أنا ما عم بوصف الموضوع أنه مثالي أبدا، أنا عم بقول في مشاكل كتير كبيرة، والدليل لو انه ما فيش مشاكل ما هلا في 79 مصنع لنا سنتين من لحقون او 3 سنين من لحقون عم نلاحق هول المصانع اللي كانوا مبلشوا من عدد، حتى ضلني عم ادقق بالاعداد، من 117 38 التزموا 79 ما التزموا. هلا 79 ما التزموا كتير حنكون متشددين معهم اذا حدا بيقدم طلب تسوية وضع. رأى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن تأليف حكومة جديدة وتطبيق إصلاحات من شأنهما تخفيف الأعباء التي يتحملها المصرف المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي. وأكد سلامة أن لا أحد في المصرف المركزي ينكر أن عمليات توفير السيولة وتثبيت سعر الصرف مكلفة، داعيا إلى الإسراع في تأليف الحكومة لتعزيز الثقة بالسوق وتقليص المخاطر واستقرار أسعار الفائدة في لبنان المثقل بالديون. قال محافظ إيران لدى منظمة أوبك حسين قاذم بور أردبيلي إن المنظمة تخدم سياسات دونالد ترامب، حيث إن الإمدادات الإضافية تسببت في هبوط أسعار الخام، وهو ما ساعد ترامب في انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمريكي.
وأشار إلى أن هبوط الأسعار بواقع 15 دولاراً للبرميل في شهر واحد خفض سعر البنزين في الولايات المتحدة لمصلحة ترامب، وتسبب في خسائر المنتجين الفقراء في أفريقيا وأمريكا الجنوبية. حذرت الولايات المتحدة جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية من التعامل مع السفن الإيرانية، وصفة ذلك بالمسؤولية القانونية العائمة. ومنذ الاثنين الماضي تسعى الولايات المتحدة إلى التضييق على مبيعات النفط الإيرانية وصادراتها الحيوية. براين هوك الممثل الخاص للخارجية الأمريكية حول السياسة بشأن إيران قال إن العقوبات الأمريكية امتدت إلى شركات التأمين. دعت 35 منظمة غير حكومية يمنية ودولية إلى وقف فوري للأعمال العدائية في اليمن، محذرة من أن 14 مليون شخص على حافة المجاعة. وفي بيان للمنظمات أكدت أن نصف عدد سكان اليمن على حافة المجاعة. ودعا البيان الحكومات إلى ضمان وقف فوري للأعمال العدائية وتعليق إمدادات الأسلحة التي يخشى استخدامها في اليمن. وبحسب البيان فإن انهيار الريال اليمني وعدم تسديد رواتب عمال القطاع العام يفاقمان الكارثة. رحبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين أونروا بقرار دمشق إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك، ودعت الدول المانحة إلى تقديم الدعم لها لتوفير الخدمات اللازمة. المتحدث باسم الأونروا كريس جينيس دعا المجتمع الدولي إلى تقديم التمويل لتأمين حاجات اللاجئين الفلسطينيين العائدين. وتعاني الأونروا أزمة تمويل حادة يضاف إليها عزوف الكثير من المانحين عن دعم إعادة الإعمار في سوريا. لاقت منتجات الأجنحة السورية المشاركة في معرض الصين الدولي الأول للواردات في شنغهاي إقبالاً واهتماماً كبيرين من زوار المعرض والمشاركين فيه، ولا سيما الحلويات الشامية منها. تقرير زينب الطفيلي. البقلاوة السورية تتربع على عرش المنتجات الغذائية السورية في شنغهاي خلال معرض الصين للواردات. الهدف من المشاركة في المعرض هو تسويق المنتجات السورية كالمواد الغذائية والزراعية، إضافة إلى الحلويات التي حظيت بإعجاب الشعب الصيني، فهي صدمت زوار المعرض من ناحية جودتها ومذاقها اللذيذ. نحن نتمنى أن نتعاون كتجار سوريين مع التجار الصينيين. أنواع عديدة من الحلويات السورية كانت حاضرة في المعرض، منها المبرومة والشرحات والبلورية وكول وشكور، وكلها تسميات سورية محلية. أكثر من 400 ألف زائر جالوا في المعرض بمشاركة 3000 شركة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض يحتضن أجنحة لدول عديدة وشركات عالمية. وكان الإقبال من جهة الشعب الصيني للحلويات الدمشقية كجودة، كإنتاج، كمواصفات، كباكج للتعليب والتغليف، كان حتى الصينيين منبهرين بهذا الجودة بهذا المنتج. الحلويات الدمشقية لها شهرتها وتتميز بصناعتها المتقنة والمتوارثة جيلا بعد جيل. الإقبال الصيني على هذه الحلويات ربما يكون مدخلا لرواج هذا النوع من المنتجات السورية، وبالتالي لتصديرها إلى الصين. كشفت الصين عن صادرات تفوق التوقعات إلى الولايات المتحدة بنمو يلامس 16% في تشرين الأول أكتوبر، في مسعى من المستوردين الأمريكيين لاستباق الرسوم الحمائية الأمريكية بداية العام المقبل. وفي الأشهر العشر الأولى من العام بلغ إجمالي الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة أكبر أسواقها للتصدير 257 مليار و150 مليون دولار. قدمت السعودية عرضا بمليار دولار للدخول في شراكة مع مجموعة دانيل الدفاعية المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا، تشمل امتلاك 49 سهما في مشروع مشترك مع راين ماتل الألمانية. وتعيد الحكومة الألمانية النظر في كل مبيعات الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وبموجب العرض السعودي ستمول الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأبحاث والتطوير في دانيل داينامكس التي تطور وتنتج صواريخ تكتيكية وأسلحة موجهة بدقة.
تسعى شركة توشيبا اليابانية إلى تسييل وحدة الطاقة النووية البريطانية وبيع مشروع الغاز الطبيعي المسال الأمريكي للتخلص من الأصول المتعثرة واستعادة ثقة المستثمرين. والخطة جزء من استراتيجية جديدة مدتها 5 أعوام تشمل إلغاء 7000 وظيفة أو ما يمثل 5% من قوة العمل. وتسعى الشركة اليابانية إلى إعادة هيكلة لأقسامها وأعمالها للحد من الخسائر التي منيت بها في السنوات الأخيرة. أكدت موسكو أن التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة عليها لا تستند إلى أي أسس قانونية، وأشارت إلى أن أي عقوبات جديدة ستدفع الكرملين إلى الرد بتدابير مماثلة. وكانت واشنطن قد هددت بفرض حزمة عقوبات جديدة على موسكو على خلفية ادعاءات بضلوعها في محاولة لاغتيال الجاسوس السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا. بهذا الخبر نختم النشرة. للمزيد زوروا موقعنا الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.